بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية ان احنا نوجه الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى ان هو يسر لنا واكرمنا ودايما بيوفقنا سبحانه في كل الخطوات اللي احنا بنتحرك فيها. فحبدأ الاول بالشكر والتقدير والاعتزاز بفضله علينا وقول له يا رب ديم وزيد واكرم وانصر واستر بلدنا والبلاد كلها في مصر وفي العالم كله. فدي اول يعني اول حاجة اقولها. الحاجة التانية اني اوجه الشكر لكل من ساهم في الفعالية اللي احنا بنشهدها والجهد اللي بيتعمل على مدى السنوات الماضية وحتى الآن فيما يخص صندوق تحيا مصر وكل المشاركين من المنظمات المجتمع المدني والقائمين على أعمال البر والخير من رجال الأعمال ومش عايز أقول حد بالاسم لكن عايز أقول كل من ساهم وربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمهم في هذا الأمر ويزيدهم. وأيضا إحنا مش هقول أنا اللي مقدر فقط لكن أظن المجتمع المصري كله مقدر هذا الأمر. ويمكن زي ما تقال إن من الدكتور علي جمعة ومن اللي هو ممدوح شعبان قد إيه وصل للناس الجهد ده واصل للناس لأن هو جهد أولا منظم جدا جدا وجهد مخلص جدا وجهد كبير الحقيقة. ويمكن الكلمة اللي اتقالت على إن إحنا لما جينا نتكلم على إن إحنا نعمل صندوق ل يعني ما كانش لسه الاسم كان حضر لينا يعني نجمع فيه أموال وتكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيري للتحديات اللي بتقابل الناس في كل حتة في مصر. أنا عايز أقول لكم إن لغاية دلوقتي 100 مليار ما تجوش يعني 100 مليار اللي إحنا كنا بنحلم بيهم ما جوش لغاية دلوقتي. وعشان كده بقول لدكتور مصطفى أنتوا لازم تشوفوا وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكتر من كده سواء كان من تبرعات الناس أو من موارد ممكن نحشدها عشان هو في دور كبير قوي الحقيقة في الظروف زي الظروف اللي بتمر بالمصريين. و انتوا طبعا شايفين ما شاء الله الجهد وايضا قد ايه ان احنا محتاجين نسعد الناس. ويمكن كمان احنا محتاجين نطور من اكتر من كده نطور في الممارسه. يعني اسمحوا لي اقول لكم احنا يعني دخلنا في موضوع الاسكان وحاولنا ان احنا نحل المساله بشكل افضل وده حقق نجاح ومستمرين فيه. يمكن اتكلمنا على يعني المبادرات الصحية المختلفة اللي كان ممكن زي نور حياة وغيره ممكن الصندوق يساهم فيها وحققنا نجاح فيها. يمكن كمان أيضا الغارمين والغارمات اللي احنا برضو الصندوق بيساهم مساهمة مع منظمات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عنهم والأطفال بلا مأوى. بس الحقيقة لسه يعني في الخير أتصور كلنا بنبقى عشمانين إن إحنا نعمل أكتر. الخير محتاجين نعمل فيه أكتر وبالتالي كل ما يكون قدرتنا المالية كبيرة كل ما هنقدر نعمل أكتر. نرجع تاني لموضوع تطوير أدائنا. إحنا يعني أنا عارف إن مثلا مصر الخير والأرمان وجامعات أخرى كثيرة جدا بتقوم بتوزيع مش بس سلع يتم استهلاكها لكن بتوزع مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر على الناس. وأنا أقول لكم إن إحنا لو إحنا قدرنا نحول أسرة من احتياج شديد إلى إن هي تلبي حاجتها من قدرتها بدعمنا إحنا هنبقى عملنا حاجة جميلة أوي. وهديكم مثال يعني بتتوزع رؤوس ماشية على المواطنين في الريف مثلا اللي هم ممكن تساهم معاهم في ان هي تغير حياتهم. بس احنا
وما اعرفش يعني صلحوا لي ده. احنا بنديهم يعني رسم شيء تجيب ايه، تجيب ايه؟ هتقول لي ده كويس قياسا بالظروف يعني. هقول لك ادي نوع رسم شيء اللي بتديها له. احنا كنا بنتكلم في الكلام ده مع وزير الزراعه من كام يوم، وقلنا في رسم شيء تجيب 40 كيلو لبن في الحليب في اليوم، انا بدي له اني واحده بقى التانية غاليه، اللي انا بقول عليها دي غاليه شويه اللي هو ممدوح اللي انا بقول عليها دي غاليه بس هتعمل ايه لو انت قلت النهارده انا بدي مواطن، بالمناسبه هي بتاكل وبتشرب زي العاديه، هي بتاكل وبتشرب زي اي رسمه شائعه دي، فيا ترى احنا نقدر نعمل ده بحيث ان احنا لما ندي لمواطن او اسره رسمه شائعه من النوع ده تبقى النهارده تجيب له 30 40 كيلو حليب في اليوم، تفرق معاه كتير قوي. الكيلو يعني هيقل عن حتى لو كان في الريف، وبيبقى يعني قبل ما يوصل بيبقى سعره اقل من هنا، يعني هيبقى اقل من 5 6 جنيه 7 جنيه مش كده؟ لا انا بتكلم على انه يعني انت بتديهم الراس الماشيه اللي هي تجيب الكميه دي هبقى سعيد. لو ما كانش فكروا هي غاليه شويه، هي ايه؟ هي غاليه شويه يعني، هي يعني غاليه شويه. وزير الزراعه موجود معانا؟ طيب هي غاليه شويه لكن انا بتكلم هي طبعا. وبالمناسبه في يعني انا بتكلم على بقر، وبتكلم على في جاموس كمان بيدي تقريبا 28 كيلو 25 كيلو، ده غير اللي احنا غير المصري، غير المصري بتاع. انا بتكلم على ايه؟ على بس اتفضل استريح، اتفضل استريح. انا بتكلم على الفكره، مش بتكلم على يعني حاجه بعينها. بتكلم ان احنا عايزين واحنا بنعمل العمل ده ان احنا نقول كل سنه خرجنا اسر من الحاله دي لحاجه تانية. وانا عايز اقول لكم على حاجه، الصندوق لو عنده قدره ماليه كبيره ممكن يجي علينا وقت من الاوقات نجهز اراضي زراعيه، نجهزها كامله، نجيب اسر نقول لهم خد الارض دي اشتغل وابقى يعني سدد جزء من ثمنها من غير اي فوائد او كلام من هذا القبيل. المقصود الكلام ايه؟ ان احنا نقول النهارده تعالى لراجل عنده عربيه زي ما بنعمل دلوقتي عمليه الاحلال في المركبات بتاعه الغاز، ان احنا نروح نوقف الشوارع كده، نوقف العربيه القديمه دي، تعالى انت خد العربيه دي، ونكتب اسمه، واللي يقدر يدفعه يدفعه، واللي ما يقدرش ندفعه احنا. كل ما يكون الصندوق وكل ما يكون القدره الماليه للدوله او للعمل الخيري عاليه طبعا هتفرق مع الناس. خلي بالك اللي ركب عربيه قديمه زي كده هلكانه مغلبه في الاصلاح، ومغلبه في محدش عايز يركبها معاه كمان. تكون عربيه كويسه شكلها جديد ونظيفه وتاخد غاز بسيط، يعني عايز الاقي 10,000 عربيه مرصوصين كده من الصندوق تحيا مصر. فين الناس بتوع تحيا مصر؟ فين لو محمد فين؟ عايز الاقي 10,000 عربيه مرصوصه كده نديها للناس اللي هي اللي هم بيركبوا عربيات ديت، ونقول لهم انزل خد دي اشتغل. وحتى لو سدد لك حاجه نص الثمن ولا حاجه، بس ما نسيبوش كده. ما معاكمش فلوس؟ طب اتفضل. فارجو ان احنا نطور ادائنا بان احنا نحول حياه الناس بدل ما فقط، وده ما يعني امر طيب عشان بس ما حدش يقدر ان انا يعني مش بنتقد، لا انا مش بنتقد، انا بطلب المزيد. بدل ما نوزع زي النهارده 1.2 و3 مليون كرتونه ان شئتم، وملابس وكل اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، لكن ايضا نحول حياه اسر من حاله صعبه لحاله اكثر استقرارا. ف يعني انا بقول الكلام ده للصندوق، وبقول الكلام ده لرجال الخير وسيدات الخير اللي هم بيشاركونا في العمل الخيري في مصر، ولمنظمات المجتمع المدني اللي بتشارك المصريين ظروفهم الصعبة يعني.
انا مش يعني ما اعرفش انتوا حاطين في الـ مع الـ 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 يعني الوحدات الموزعه دي حاجه خاصه بكورونا ولا لا. لو مش حاطين حطوا مع كل مثلا لكل اسره كمامات ولوازم اللي هي العزل والحمايه من كورونا، لان احنا الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى نجانا من يعني انتوا شفتوا مصير كتير من الدول تعرضت لهذا الامر. في مصر الحمد لله الامور بفضل الله سبحانه وتعالى، الجائحه الموجه الاولى والثانيه والثالثه واحنا على اعتاب الموجه الرابعه، مش كده؟ فانا بس بقول ده يمكن تكون هل هي محلها هنا؟ مش عارف، لكن بس بقولها انها فرصه ان انا اكلم الناس من فضلكم ننتبه اكتر للاجراءات الاحترازيه، نخلي بالنا حمله التطعيم اللي بتقوم بها وزاره الصحه والدكتور مصطفى يعني ننهض بها باكبر معدلات. وبقول للمصريين من فضلكم تجاوبوا معانا، واحنا يمكن قايلين ان احنا في التعليم سواء كان في المدارس او في الجامعات ان احنا حريصين على ان العام الدراسي يبدا ونكون طعامنا الاعضاء هي التدريس وطلبه الجامعه، ويمكن يكون لو في فرصه ان احنا كمان ننزل للثانوي العام يبقى ده وده متاح. لكن عايز اقول ان احنا عايزين نحقق معدلات كبيره في عمليه التطعيم في خلال فتره زمنيه قليله جدا جدا عشان ناخد المناعه الجماعيه اللي بيقولوا عليها. وطبعا بالمناسبه ديت انا بالنسبه لي كمسؤول عن الناس في مصر ماليش غير ربنا سبحانه وتعالى، وكفى به ان هو يعني ان هو يساعدنا ويحمينا. وبالمناسبه زي ما قلت مره قبل كده، هي كل المخلوقات مخلوقاته وكورونا جزء من مخلوقاته، فهو يكفينا شرها ويكفي مصر وكل العالم أذاها وتأثيرها يعني. وهنا بقول لي يا رب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهو كده إحنا على طول قدام المخاطر نوجه العظيم، نطلب من العظيم إن هو يساعدنا وكفى به. فمش عايز أطول عليكم أكتر من كده. البشائر الخير والأصمات اللي اتكلموا عليها وأهالينا وحاجات أخرى تانية، من فضلكم إذا كنا إحنا اتحركنا وتوفر سكن أو توفر حياة أفضل من ما كانت، لن يتغير الناس إلا بجهد مجتمعي مشترك، سواء من وزارة التضامن أو الثقافة أو الشباب والرياضة أو منظمات المجتمع المدني. ما تتركوش أولادنا وبناتنا اللي موجودين في هذه، مش بس كده، وحتى في المناطق اللي هي زي مدينة الأمل وغيره، لازم يكون لنا جهد منسق مستمر حتى نغير من أحوال وثقافة الناس اللي موجودة، عشان يبقى النتيجة اللي احنا يعني بنتمناها نحققها إن شاء الله. أنا مرة تانية بوجه الشكر لصندوق تحيا مصر والقائمين عليه، وبقول للمصريين كلهم الصندوق ده تحت، وانا ما اقصدش بالكلمه دي حاجه، لكن تحت المسؤوليه المباشره ليا. يعني الجنيه ما بيطلعش كده، دي طبيعه عندي يعني صعبه قوي، مش كده؟ لازم اصدق عشان تطلع الفلوس. فاطمئنوا لده، وده امر، ده مجلس امنا كبير بيتعمل، مش مننا بس، عشان تبقوا مطمنين ان اموالكم ان شاء الله بين ايادي امينه ان شاء الله يتم انفاقها بشكل في تخطيط وفي دراسات وفي تصور لتخفيف
من مشاكل وقسوة الحال اللي موجودة على الناس في مصر يعني. ونتمنى في يوم من الأيام إن ربنا سبحانه وتعالى يخلي الصندوق ده مش بس يعني مش يعمل في مصر بس، لا، بفضل الله سبحانه وتعالى ومن كرمه بمدده العالي مدنا، ويبقى هذا الصندوق له أعمال بر تمتد خارج مصر إن شاء الله. شكرا جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين، وألف مبروك.